السلام عليكم أصدقائي، كليتنا نعرف أنه الأطباء المفروض هم أكثر ناس موجودة بقلوبتهم رحمة وطيبة بسبب شغلهم الإنساني اللي يعالج الناس ويخفف آلامهم، بس لا ننسى أنه الأطباء هم بشر وممكن أنه بعض المرضى يقعون ضحية الطبيب اللي يكون مختل عقليا أو مجنون، لأن الأطباء ما معصومين من الاختلال العقلي أو الجنون. اليوم يا أصدقائي عندنا نوع مختلف من الأطباء، طبيب انقلبت عنده الموازين وتحول من ملاك الرحمة إلى سفاح أقل ما يقال عنه إنه بلا قلب. ومحور قصتنا لهذا اليوم يا أصدقائي هو هارولد شيفمان اللي انولد بسنة 1946 ببريطانيا، وكان ينتمي لعائلة مكونة من أب وأم وثلاث أبناء وهو الولد الوسطاني. بالعادة أنه الشخص اللي يتحول من شخص طبيعي إلى سفاح يكون عنده ماضي أسود بطفولته، لكن هارولد بالعكس نشأ بعائلة مستقرة متدينة وما واجه أي مصاعب بطفولته، إلا أن أمه دائما تعتني به والشجعة والدعمة بأي شيء يسوي. فكان المعروف عن هارولد أنه طفل ذكي ومتميز بدراسته ومحب للرياضة وبالذات رياضة الجري، وهذا الشيء يا أصدقائي خلاه يسجل ببطولات الشباب وفعلا أخذ جوائز هواية. كان هارولد يا أصدقائي كلش قريب من أمه ومتعلق بيها بشكل مو طبيعي، لأن أمه كانت أكثر شخص يدعمه ويشجعه، فكانت حياة هارولد شبه مثالية. لكن لما وصل عمر هارولد ل 17 سنة هنا صار الشيء اللي قلب حياته رأسا على عقب. سمع هارولد بإصابة أمه بسرطان الرئة، وبفترة مرضها بدأ يتقرب من يمها أكثر ويتابع حالتها باستمرار. بهذا الوقت ركز هارولد على أطباء وشنو هي الأدوية اللي كانوا ينطونها لأمه، واكتشف إنه الأطباء كانوا يحقنون أمه بجرعات من المورفين، وكان هذا الشيء بشكل شبه يومي، ولاحظ انه هاي الجرعات شلون كانت تسكن الالم عند امه رغم انه هي بحالتها النهائيه وعلى مشارف الموت. مهم، في 21 يوليو سنه 1961 ماتت والدة هارولد وتركتها بحالة صدمة شديدة، وتركت وراها هواية تساؤلات تدور بعقل هارولد، ومن هاي الأسئلة شلون كان المورفين يسكن الألم عند أمه لهالدرجة، وليش ما كانت هاي المادة هي كفيلة بإنقاذ حياة أمه. المهم أنه هارولد اتخطى حادثة وفاة أمه وكمل حياته حتى يحقق حلمه ويصير طبيب، وبالفعل قدر هارولد يدخل كلية الطب، وأثناء دراسته قابل الفتاة اللي صارت مستقبلا زوجته وأم أبنائه واللي هي كانت زميلته براي بروتس اللي تدرس وياه بالجامعة، وتزوجها قبل ما ينهي الجامعة وأنجب من يمها 4 أبناء. المهم أنه هارولد اتخرج من كلية الطب بامتياز، وأخيرا صارت عنده الفرصة أن يمارس وظيفته كطبيب وينهي فضوله تجاه هواية أشياء. أتوقع أنه كلكم تعتقدون أنه هارولد نسى وفاة أمه بعد ما تزوج وكون عائلة، لكن بالحقيقة هارولد ما نسى أمه نهائيا ويتذكر كل تفاصيلها، وكان مصر أن يكتشف أشياء كثيرة بنفسه. وبعد تخرج هارولد من الجامعة بدت سلسلة جرائم، بداية بعمل التدريبي قبل لا يصير طبيب، لما كان في أحد المستشفيات توفى مريض بسبب تضاعف شديد بحالته، وطبعا الطبيب اللي شخص حالته هو هارولد بحكم أنه كان بذيك الفترة طبيب عادي فما حد شك بيه، وهنا هارولد حس بالأمان وحس أنه مهما راح يسوي ما حد راح يدربي. من هنا بدأ يشتغل على خططه الشيطانية. المهم بعدها هارولد بدأ باكتشاف المادة المجهولة بالنسبة له واللي هي المورفين، وقرر أن يجربها بنفسه لأن سبق وشاف الأطباء أنطوها لأمه وشلون كانت ترتاح لما تاخذ هاي الجرعات، فقرر أن يجربها على نفسه، وبدأ مبدئيا يزور وصفات طبية لنفسه على أنه بحاجة لهذا الدواء. ومن هنا صار هارولد مدمن على المورفين ومشتقاته، لأن المورفين يا أصدقائي تقريبا يعتبر مثل المخدرات، ومثل ما تعرفون أنه الإدمان يفضح صاحبه. وبعد فترة قصيرة من إدمانه على المورفين بدأوا الأطباء يلاحظون تصرفات غريبة تبدر من يمه وما عنده أي تركيز بالشغل مالته، فنصحوه زملائه أن يترك هذا الشيء وهم راح يساعدون على التخلص من هذا الإدمان، لكن هارولد رفض هذا الشيء وقال هاي حياتي الشخصية فأي شيء أسوي بنفسي ما حد إلا شغل بيه. وحاولوا زملائه أن يساعدونه أكثر من مرة لكن هارولد ما كان يستجيب لهم، ويوم عن يوم بدأوا يتضايقون من تصرفاته وياهم، فاضطروا أن هم يبلغون عنه. بعدها بلغوا عنه وفصلوه من العمل وانطوه غرامة ب 600 جنيه استرليني بسبب تهمة تزوير وصفات طبية. بعد هذا الشيء دخل هارولد المركز علاج الإدمان والعلاج النفسي، وبعدها هارولد أنهى المدة مع العلاج مالته وطلع من هاي المصحة. لكن رغم أنه التقارير تقول أنه هارولد تعالج، لكن هو بالأصح يا أصدقائي ما تعالج، لأن ما زالت الأفكار السوداوية موجودة بعقله. المهم يا أصدقائي بعدها تحسنت حالة هارولد المادية واستقرت أموره، قرر أن يفتح له عيادة خاصة به، ومن هنا بدت سلسلة جرائمه بقتل المرضى. وبما أنه قرر يبدأ بسلسلة الجرائم هاي اللي راح يسويها على المرضى، فأكيد هذا الشيء ما راح يسويه بالعيادة مالته، فرجع للشغل مالته بالمستشفى. وبعد كم سنة قدر يكسب ثقة كل الناس اللي من حوله، والكل كان يعتقد انه هارولد كان يشعر بالذنب
بس ما حد يدري انه هارولد كان مخطط الاكبر مذبحه في تاريخ بريطانيا. فكان هارولد يحقن مرضاه بجرعات كبيره جدا من المورفين، ويكتب سبب الوفاه بانها وفاه طبيعيه او وفاه بسبب تدهور الحاله الصحيه. وبحكم انه هارولد بنى سمعه طيبه ومحترمه عند كل الناس اللي من حوله، فما حد كان يشك بيه. وكان هارولد ذكي جدا ويختار ضحاياه بتمعن، يختار الناس الكبار بالعمر واللي غالبا عايشين وحدهم وما حد يسال عنهم. فكانت كل الأمور تمشي لصالحة، أشخاص كبيرين بالعمر ومرضى ما حد يدري بيهم، فوفاتهم ما راح تكون شيء غريب أو مثير للشكوك. هنا يا صديقي أكيد راح يجي ببالك هذا السؤال، ليش هارولد كان يسوي هذا الشيء؟ شنو السبب؟ كان هارولد يا أصدقائي يزور وصايا المرضى بعد ما يقتلهم ويكتب بيها مبالغ من المال تكون إله، يعني شيء عديم الإنسانية بكل معنى الكلمة. هسه البعض راح يقول يمكن يكتشفونه ورا سنة، ورا سنتين أو أقل أو أكثر يعني بأشهر، لكن قدر هارولد يستمر على هذا السيناريو لمدة 20 سنة. تخيلوا 20 سنة وما حد لزمه وما حد يدري انه كل هذول المرضى ماتوا على يد الطبيب المختل عقليا. لكن مثل ما يقولون دوام الحال من المحال. بمرور الوقت بدأوا الناس يلاحظون انه اكو تزايد بعدد الوفيات بشكل اكبر من الطبيعي، وبالذات المرضى اللي يزورون هارولد. وهنا انتبه الشخص المسؤول عن الدفن اللي كان يشتغل بالمنطقة انه الضحايا كانوا متشابهين بطريقة الوفاة، يعني كلهم ماتوا بسبب طبيعي وأغلبهم نساء كبار بالسن. فقرر أن يزور هارولد ويسأله عن السبب، لكن هارولد قدر يقنعه أنه كل المرضى اللي ماتوا بأسباب طبيعية هو أن أغلبهم كانوا يعانون من مرض لا أكثر. إلى أن لاحظت الطبيبة أنه أكو تزايد بشكل كبير بعدد الوفيات، وقررت أن تبلغ الشرطة. هنا دارت الشكوك على هارولد، لكن للأسف الشرطة ما قدرت تتهمه بشيء، بالذات بعد ما كسب ثقة الناس. مثل ما قلت لكم استمر لمدة 20 سنة على هاي جرائمه وقتل المرضى بدون ما واحد يدري بيه. المهم ان الشرطه بدات تبحث اكثر عن سبب الوفيات، لكن هارولد ظل مستمر بقتل المرضى بنفس الطريقه وما خاف من اي شيء، الى ان نفذ الجريمه الاخيره. وكانت اخر ضحايا امراه كبيره بالسن اسمها كاثلين جراندي. وفي يوم من الايام زارت انجليا اللي هي بنت كاثلين اخر ضحايا هارولد، زارت أمها للمستشفى وبعد ما اطمنت على حالتها رجعت للبيت. لكن الغريب بالموضوع أنه ما مر الساعات إلا وهي تستقبل اتصال يقول أمك ماتت. أنجليا بذاك الوقت ما قدرت تفكر بأي شيء لأنها مشغولة بحزنها على أمها، فراحت للمستشفى على مود تستلم جثة أمها. ولكن وقفت شوي لما شافت وصية أمها مكتوب بها أنه أمها تترك 386 ألف دولار للطبيب هارولد. هنا انصدمت أنجليا وقالت مستحيل هذا الشيء، مستحيل أن أمه تنطي مبلغ بهالكبر هذا لهارولد. هارولد الطبيب اللي موجود بالمستشفى واللي ما صار لها يومين من عرفته. هنا بلغت الشرطة وطلبت من يومهم أن يحققون بهذا الشيء. بالبداية الشرطة ما انطتها أي اهتمام، لكن أنجليا كانت مصرة على الموضوع ومتأكدة لأبعد الحدود أنه أكو غلط بهذا الموضوع، بالذات بعد ما كانت متأكدة أنه أمها بصحة جيدة وما بيها أي شيء. وهنا بدأ التحقيق ويا هارولد وسألوه عن كاثلين وسبب وفاتها. هنا قالت أنجليا للشرطة أنه أنا آخر مرة زرت بها أمي كان موجود الطبيب هارولد وانطى لأمي جرعة من المورفين. وهنا بدأت الصورة توضح أكثر. بعد مراجعة حالة كاثلين اتضح أنه هي ما كانت محتاجة لأي جرعة من المورفين. وبعد تشريح الجثة اكتشفوا أنه أكو كميات كبيرة من المورفين موجودة بدم كاثلين. بالبداية أنكر هارولد أنه ما إلى أي إيد بهذا الموضوع، وقال أنا جدخلني إذا كانت كاثلين هي مدمنة على المورفين. بالتحقيق مع أنجليا اكتشفوا أنه كاثلين ما كانت مدمنة على المورفين أبدا، وكانت صحتها أقرب للممتازة بذاك الوقت، بس كانت تعبانة شوية. واستمر التحقيق ويا هارولد إلى أن اكتشفت الشرطة أنه هارولد قتل 250 إنسان، وكل ضحايا كانوا مرضى وقتلهم بالمورفين. وبسنة 2000 أصدر القرار حق هارولد، وهو أن ينسجن لمدى الحياة وماكو أي فرصة إليه أن يخرج. والغريب بالموضوع أنه هارولد كان مصر على أنه بريء وما له أي دخل بالموضوع، ورفض الأدلة العلمية، وحتى زوجته تقول أنه هو بريء، وبقت مصدقة بهارولد رغم كل الأدلة اللي تشهد ضده. ويوم 13 يناير بسنة 2004 كانت ليلة عيد ميلاد هارولد، كان راح يصير عمره 58 سنة. دخل السجان لغرفة هارولد على مود ينطي العشاء، وتفاجأ لما شاف هارولد شنق نفسه بشرشف السرير، وكانت هاي نهاية مفرحة لأهالي الضحايا اللي قتلهم. وهارولد هو الطبيب الوحيد اللي قدر يقتل كل هاي الضحايا بريطانيا، واستحق ياخذ لقب طبيب الموت. لكن ما حد كان يعرف شنو دوافعه اتجاه هاي الجرائم، هل هي عقدة نفسية بسبب حادثة موت امه او طمع بالمال. هسه يا اصدقائي وصلنا لنهاية القصة، اريدكم تكتبوا لي بالتعليقات برايكم شنو السبب اللي خلى هارولد يسوي هيك، هل هي عقدة نفسية ام طمع بالاموال. ونلتقي ان شاء الله بالفيديو القادم. سلام.